الشتاء والخريف انطلقت منذ أسبوع يعني الاثنين اللي فات من البرامج الجديدة، برنامج موعد الأحد اللي قدمت أمس الأحد الحلقة الأولى منه، وبإذن الله سنلتقي دائما كل أحد من 10 صباحا إلى 1 بعد منتصف النهار. موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار، يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد. في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي. ذكريات سفر على سرير الشفاء، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة. ما ننسى حد وديما في القلب. عودة مدرسية جامعية إن شاء الله ناجحة. تحدثنا من أول البرنامج اليوم في يوم سعيد حول استعدادات الوزارة وحول نشاط برشا جمعيات، كذلك بالنسبة للوليدات الصغار عودة تربوية إن شاء الله ناجحة. رياض الأطفال مطلوبين باش تكون الخدمات متاعهم أفضل بالتأكيد. معنا سي سمير بن مريم المدير العام للطفولة يحدثنا عن هذه العودة التربوية. سي سمير يومك سعيد. صباح النور سي الحبيب، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية. سي الحبيب جيكم من مدينة نفطة تحديدا، من ولاية توزر. أي مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا سي الحبيب، شكرا. يعني أي نعم تفضل تفضل. اليوم احنا في نحب نهنيه الشعب التونسي كل بالمولد وبالعودة التربوية والمدرسية، وكما قلت انت رياض الأطفال هي كذلك اليوم العديد من الرياض تنطلق، واليوم احنا في الروضة العمومية بالقطعية نفطة باش نفتتحوا السنة التربوية مع السيدة الوزيرة والسيد الوالي. نعم. وعنا جولة إن شاء الله ما بين توزر وقبلي باش نشوفوا المؤسسات هذوما، خاصة الرياض العمومية اللي اليوم تنطلق. دونك كما قلت الحبيب استعداداتنا كانت خفيفة، سواء على مستوى التهيئة وتجهيز المؤسسات هذوما، ولا على مستوى توزيع الموارد البشرية وإعدادها وتكوينها باش تكون الأداء نتاعها كما قلت أنت إن شاء الله يرتقي لتطلعات الأسر والأطفال. نعم، لوجستيا يعني الأمور جاهزة هكا وفما الإمكانيات متوفرة؟ والله إن شاء الله، بحول الله بحول الله. بالنسبة لنا احنا بالنسبة للرياض العمومية سنة كما تعرفوا عنا 42 روضة عمومية موزعة على كافة تراب الجمهورية، وإن شاء الله سنة ما بين من هنا لآخر الشهر إن شاء الله باش يكونوا 10 رياض عمومية جديدة بطاقة استيعاب حوالي 3000 طفل. وكما تعرف زاد القطاع الخاص هو زاد يستعد ويحتضن نسبة كبيرة من أطفالنا في رياض الأطفال. دونك الوزارة كما عودة المؤسسات هذوما بالإشراف البيداغوجي والتربوي والمتابعة والمرافقة. نعم، بالنسبة للقطاع الخاص يعني معنا قاعدين ترقبوا فيهم كما يلزم، ولا لأنه فما بعض رياضي غليوا يعني؟ والله بالنسبة لنا احنا أكثر عنا أكثر من 6000 محصول، 6000 مؤسسة. الأغلبية هي قطاع خاص على مستوى الفريق متاع التفقد والإرشاد البيداغوجي، يحاول نقوله اللي هو العدد هو ناقص، لكن يحاول أنه يتابع المؤسسات هذوما. وبالنسبة متابعة ومراقبة على مستوى الإمكانيات المتوفرة حتى على جودة الأكلة. بالضبط، هي المتابعة والبرنامج البيداغوجي كذلك، مش على كيفهم يعلموهم الأناشيد والأغنيات كما يحبوا. لا، بالنسبة لنا ما واقف عن البرنامج الرسمي البيداغوجي اللي هو معناه تسهر على تطبيق المؤسسات ونسهر على مراقبته. بالرغم لكن سي الحبيب كما قلت فما أنت بعض ساعات بعض التجاوزات. أي. منين دي التجاوزات هذه؟ إما الفضائيات، فما عنا شوية فضائيات فوضوية، وإلا على مستوى الناس اللي معناها تقوم بعمليات إشهارية لبعض البرامج. صحيح. نحب نأكد اللي راهو البرنامج الرسمي هو المنهج التربوي للطفولة المبكرة،
ومكوناته البيداغوجيه اللي هي موجوده على الموقع نتاع الوزاره واللي هي موجوده على المؤسسات. احنا هذاك هو المرجع نتاعنا الوحيد اللي هو يعطينا الملمح تاع الطفل التونسي كيفاش نحبوه يخرج، واللي هو يعطي جمله الانشطه والبرامج اللي موجوده سواء على مستوى الانشطه اللغويه المسرحية المجال الجمالي المجال النفسي الحركي كلها معناها مفصلة في البرامج الرسمية، ونحاول أنه فريق التفقد والإرشاد نتاعنا يشرف ويسر على تطبيق المجالات هذوما. عندكم أي نعم عندكم برنامج توزيع المساعدات على الأطفال المكفولين، كذلك عندكم برنامج إدماج الأطفال ذوي طيف التوحد، يعني ثم اهتمام بأطفال عندهم حالات خاصة. والله الجانب الاجتماعي هو الأكس الكبير اللي تشتغل عليه الوزارة. دونك كما قلت انت احنا كلمتنا في الايامات الفارطة عطينا مستحقات الأطفال، عن الوزارة والدولة تكفل أكثر من 7500 طفل واللي هم عطيناهم مستحقاتهم الدراسية والملابس. هذا بالنسبة للمؤسسات الرعاية. بالنسبة لرياض الأطفال عنا ثلاثة برامج قوية سي الحبيب اللي احنا معناها نحاولوا أنه نوسعوا فيها من يوم إلى آخر. كما قلت الأولاني هو الروضة العمومية. الروضة العمومية ذي احنا زادة كل روضة ناخذوا 50% من طاقة الاستيعاب مجانا، وبالنسبة لبقية الأطفال معناها المعلوم الشهري ما يتجاوز 50 دينار. والبرنامج الثاني هو كما قلت انت دمج أطفال ذوي طيف التوحد في رياض الأطفال اللي نعطيه منحة 100 دينار المؤسسة و100 دينار للأخصائي تاع العلاج والنطق. والبرنامج الثالث هو برنامج جودتنا في حومتنا والتكفل بالأطفال اللي ينحضروا من عائلات ضعيفة الدخل وناخذهم شارج احنا نخلصوا عليهم. وهو اثنين ان شاء الله سنة تربوية ذي باش يكونوا في حدود 25,000 طفل باش تتكفل بهم الوزارة، تكفل بخلاصهم. وكما نعرفوا في طار حق الوليدات في التمتع بخدمات ما قبل مدرسية، وكذلك هو في المناطق الداخلية يعطي شوية معناها مردودية للمؤسسات. كما نعرفوا كأن في شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا هو كله معناها من أجل مصلحة وليداتنا اللي نحبوهم يمروا بمرحلة التربية ما قبل المدرسية. لأنه كما تعرف سيد وانت سيد العارفين سيد الحبيب أنه المسألة معناها بتشكل والشخصية كلها في المرحلة مرحلة الطفولة المبكرة. على ذلك احنا مركزين عليها، وعلى ذلك احنا اليوم في نفطة وفي قبلي مش نعطيه انطلاقة السنة التربوية. وان شاء الله يا ربي عودة ميمونة على وليدتنا الكل ان شاء الله. ان شاء الله انطلاقة موفقة بإذن الله وعودة ميمونة وناجحة وسنة تربوية تكون فيها يعني برشا محبة وفرح عند الأطفال. شكرا سي سمير بن مريم، بارك الله فيك.